وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور حسين الهرمي، رئيس قسم العلاقات العامة بالمستشفيات الحكومية. بداية نرحب بك معنا في نشرة الثالثة، وكما نعلم قسم الأشعة مجمع سلمانية الطبي حقق إنجازات كبيرة خلال شهر أبريل الماضي. كيف تساهم هذه الأرقام في رفع مستوى الخدمات الصحية، وما دورها في تعزيز أداء غرف العمليات بالمستشفيات الحكومية؟ السلام عليكم ومساء الخير عليكم. بداية أشكركم على الاستضافة من خلال تسليط الضوء على هذه الإنجازات التي تقوم فيها المستشفيات الحكومية. نعم. طبعا لا يخفى عليكم بأننا في المستشفيات الحكومية بشكل عام نقوم بتطوير الخدمات بجميع مؤسساتنا، لا سيما طبعا أكيد أكبر مؤسسة تندرج تحت المستشفيات الحكومية وهي مجمع السلمانية الطبي. يمكن احنا أعلنا مؤخرا عن إنجاز لبعض الأرقام اللي وصلنا لها في إحصائيات شهر أبريل الماضي. وصلنا إلى إنجاز 1388 عملية جراحية في 13 تخصص مختلف طبعا في شهر أبريل، وبالإضافة إلى تم إنجاز أنه 6088 فحص في قسم الأشعة أكيد خلال شهر أبريل الماضي. طبعا هذه إنجاز كبير جدا، خصوصا أنك أيضا تخلله طبعا الشهر الكريم شهر رمضان المبارك. مثل هذه الأرقام أكيد تمثل نقلة نوعية في خدمة المواطنين والمقيمين في المملكة، والتي تحظى باهتمام بالغ وأولوية قصوى ضمن الخطط الاستراتيجية الحكومية للعهد الزاهر لسيد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله، وبالدعم طبعا الذي يحظى فيه هذا القطاع الصحي من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. طبعا هذا الرقم ما هو الا ترجمه واقعيه طبعا للخدمات المقدمه وللكوادر التي تعمل على مدار الساعه من اطباء وممرضين وطواقم مسانده للاصدقاء طبعا في المنظومه الصحيه. طبعا الاهتمام بجميع المواطنين والوافدين هو تحقيق لرساله الحكومه الموقره، والتي نحرص على تقديمها بدعم ومتابعه حثيثه من مجلس امناء المستشفيات الحكوميه برئاسه الشيخ هشام بن عبد العزيز ال خليفه. طبعا يسعدني من خلال هذه المنصه طبعا اعلامكم اننا بعد يومين ان شاء الله راح نقوم بافتتاح مشروع توسعه غرف العمليات بمجمع السلمانيه الطبي برعايه كريمه من معالي فريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفه رئيس المجلس الاعلى للصحه. طبعا هذا المشروع اضافه اكيد لنا كمستشفيات حكوميه، وبالتاكيد راح يساهم في انجاز عدد اكبر من الخدمات في هذا المجال في القطاع الصحي. نعم، الدكتور حسين الهرمي رئيس قسم العلاقات العامة بالمستشفيات الحكومية، شكرا جزيلا لك.